بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت تجعل صعب سهلا يا رب العالمين. بالنسبة لتعليق الأخ سالم عثمان، تقريبا عثمان سالم، أخ عثمان سالم عثمان، أرسل لي تعليق وهو يقول: حل لي المسألتين 13 و14 وما ذكرش لي اسم الدرس ولا رقم الصفحة، فأنا لاحظت إن تعليقه جاي على حل تطبيقات على حل معادلتين من الدرجة، تطبيقات على حل معادلتين آنيتين من الدرجة الأولى في متغيرين. فهما المسألتين في كتاب المعاصر هم زي ما هم قدامنا. المسألة الأولى بتقول: عدد مكون رقمين ومجموع رقميه يساوي ثلاثة أمثال رقم آحاده، ورقم عشراته يزيد أربعة أمثال أربعة عن رقم أحادي، فما هو هذا العدد؟ المسألة ديت هي رقم حل تمرين رقم 13 صفحة 32 المعاصر. بالنسبة للمسألة ديت طبعا كنت اديت تنويه عنها، ان لو ما يقول لك عدد زي 32 على سبيل المثال انت بتكتبه عبارة عن 2، لو كتبت 2 زائد 3 مش هينفع، يبقى كده التعبير غلط، بنكتبه 2 زائد 3 دي في العشرات بنضربها في 10. فكذلك لو قلنا س ص ده عدد مكون من رقمين، ما ينفعش اقول اكتبه بالشكل ده عشان ديت هي عدد، يبقى دي في العشرات، يبقى س في الآحاد بكتبه زائد الص عشان في العشرات بضربها في 10. ففي المسألة اللي قدامنا بتقول لي بقى: العدد ده مكون من رقمين، مجموع رقميه يساوي ثلاثة، يبقى نفرض أن العدد هو س زائد ص في 10، أو هي تفرض هو نفسه س زائد 10 ص، ده العدد، هذا هو العدد. فهو بيقول إن العدد ده مكون رقمين، مجموع رقميه يساوي ثلاثة أمثال رقم أحاده. أما يقول لك مجموع رقمين، أنت لو الاتنين وتلاتين الرقمين بتوعها 2 زائد 3، فكذلك هنا بنقول س زائد ص، هنفرض هو س زائد ص يساوي ثلاث أمثال رقم أحادي، هذا الرقم أحاده وهو تلات أمثال، يبقى س الأحاد زائد العشرات بتساوي تلات أمثال الأحاد. يبقى بيقول إن رقمي مجموع رقمي أو مكون رقمين مجموع رقمي يساوي ثلاث أمثال رقم أحاده، ورقم عشراته يزيد أربعة أمثال عن رقم أحاده، فما هو هذا العدد؟ يبقى العشرات بيزيد عن الأحاد رقم عشراته اللي هو الصاد، ودي اللي يساوي، ودي السين الأزيد الصاد، يبقى أضيف مع السين يزيد أربعة عن رقم أحاده، يبقى أضيف أربعة مع الأحاد تصبح معادلة رقم واحد، دي رقم اتنين. في عندنا بقى ايه هنا؟ دي طريقة الحذف، هي أسرع طريقة وأسهل في هذه المسألة، لأن الصاد معزولة في طرف وبقية المعادلة في طرف آخر، فأنا بشيل الصاد من الطرف من المعادلة الأولى وأحط مكانها س زائد أربعة بالشكل ده، يبقى بالتعويض من اتنين في واحد، من اتنين دي بنعوض في واحد، دي ص بتساوي قد ايه؟ اشيلها، اشيل دي الص ده بقى من اتنين من واحد دي، واشوفها بتساوي ايه؟ بتساوي س زائد اربعة، يبقى اكتب المعادلة واحد زي ما هي، بس بشيل الص واحط مكانها ايه؟ س زائد اربعة، يبقى اذا س زائد اربعة بتساوي تلاتة س. بجمع بقى الحدود المتشابهة، هنا س وس اتنين س زائد اربعة بتساوي تلاتة س، الاتنين س نجيبها في الطرف الاخر ونسيب الاربعة هنا، يبقى اربعة بتساوي تلات س، دي بتعدي هناك بالمعكوس الجمع بتاعها بتبقى بالسالب اتنين س، تلات س ناقص اتنين س بتساوي كام س؟ س واحدة، س بتساوي كام؟ أربعة، يبقى أنا جبت الأحاد، الأحاد بيساوي كام؟ أربعة. طب أنا عايز أجيب العشرات، برجع المعادلة إيه؟ رقم اتنين، وأعوض عن س فيها بأربعة،
تديني صاد بكم؟ ادي الصاد بتساوي، هنعوض في المعادلة 2، يبقى بالتعويض في 2 هيبقى عندنا صاد بتساوي س ب بأربعة زائد أربعة بتساوي كام؟ 8. يبقى نكتب العدد بقى زي بتاعنا. يبقى إذا العدد اللي هو كنا بنكتبه س زائد 10 ص بيساوي العدد س بكام قلنا؟ ب 4 زائد ص بإيه؟ ب 8. يبقى 10 في 8 بتساوي 4 زائد 80 بتساوي 84. يبقى العدد بتاعنا هو كام؟ 84. دي حل المسألة رقم إيه؟ 13. المسألة رقم 14. المسألة رقم 14 بتقول ايه بقى؟ عدد مكون من رقمين مجموعهما 11. يبقى نفرض دي جيم 14 صفحة 32 معاصر. نفرض ان العددين هما برضو نفرض ان العدد اللي هو عندنا ده هو سين زائد 10 ص. طيب اقول عدد مكون من رقمين مجموعهما 11. مجموع العددين هما مين؟ مجموع العددين قلنا هما س زائد ص، مجموعهم بيساوي 11. هذه المعادلة رقم 1. طيب واذا عكس وضع رقمين فان العدد الناتج يزيد عن العدد الاصلي. احنا قلنا العدد اهو س زائد 10 ص، هنعكس وضع العددين هتبقى ص زائد 10 س، ده الاصلي، ده بعد العكس، ده المعكوس، او بعد العكس مش المعكوس، بعد العكس. طيب بعد ما عكسنا واذا عكس وضع الرقمين فان العدد الناتج يزيد عن العدد الاصلي بمقدار 27. الناتج اهو زائد 10 س يساوي الاصلي اهو س زائد 10 ص. من الزايد ده يبقى احط 27 مع الناقص هنا كده خلاص، ترى سهل وبسيط. ادي العدد الاصلي، ادي الناتج، ده الاصلي وبيزيد الناتج بيزيد عن الاصلي ب 27. ادي 27 في الطرف ده. عاوزين بقى فما هو العدد الاصلي. بنعمل ايه بقى؟ بنقول المعادله رقم 1 ديت، دي رقم 1، دي رقم 2. نبسط المعادله 2 يبقى الصاد، نجيب الصادات في طرف ونسيب 27 في طرف آخر. صاد ناقص 10 صاد زائد 10 سين زائد سين بتساوي 27. نقلت الاتنين دول هناك بمعكوساتهم الجمعية مع الترتيب. مرة تانية، صاد ناقص 10 صاد زائد 10 سين ناقص سين، سين تعدي هناك بإشارة مخالفة تساوي 27. جمع الحدود المشابهة، ص ناقص 7 ناقص 10 ص ناقص 9 ص، 10 س ناقص س يبقى زائد 9 س بيساوي 27. دي رقم 2. نجيب واحد تحتها بالضرب، نضربها في 9 عشان التسعة ديت، وننزلها تحتها ونطرح. يبقى س في 9 تسعة س، طب تسعة في ص تسعة ص، تسعة في س زائد تسعة س بتساوي 11 في 9 99. اجمع عشان هنا ناس جمعنا دي مع دي بصفر، يبقى 9 و 9 18 س بتساوي 7 و 9 6 1 و 9 10 و 2 12. طيب يبقى اذا س بتساوي 126 على 18 بتساوي، لو قسمت ده على ده تديك 7. يبقى س بقد ايه؟ ب7. عاوز اجيب ص، اروح للمعادلة رقم 1 اللي هي اسهل معادلة عندي، اعوض عن س ب7. يبقى 7 زائد ص بتساوي 7 زائد ص بتساوي 11 بتساوي 11. يبقى اذا ص بتساوي 11 ناقص 7 بتساوي كام؟ 4. العدد قلنا هو س زائد كام؟
10 صاد، مش ده العدد اللي انا فرضته في الاول، يبقى بيساوي، يبقى العدد هو س بكام حسبتها ب7 زائد ص بكام ب4، يبقى 4 في ايه في 10، يبقى الناتج بيساوي 47. هذا هو العدد، وارجو ان يكون الحل يسير ومفهوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولك الشكر يا اخ سالم، وارجو المزيد من ارسال المسائل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.